والله إصابات متعددة، إصابات كما في الجمعية الكل، ثم إصابات عضلية، ثم إصابات يقع في وسط الميدان، كنت تشوفوا فيهم معنا التواء على مستوى الكاحل، سقوط، دي كونتيزيون، عادي معنا في الجمعية. احنا جينا في فترة، الله غالب جينا في فترة كل تزامنوا كل مع بعض من إصابات تزامنوا كل مع بعضها، معنا ساعات كل معنا ثم الإصابات لحق فينا في فترة حساسة ياسر، الحمد لله هم في رافيك إن شاء الله لاباس إن شاء الله. أعطينا الأسامي اللي ما يرجعوا في القريب العاجل. مباراة الكاف ولا اللي بعد الكاف؟ إن شاء الله في المباراة الثانية بتاع الكاف يكون معنا محمد علي منصر، يكون معنا جاسم الحمدوني، هذوما إن شاء الله يكونوا معنا متواجدين. كريس كواكو وحبيبي نجم يكون متواجد، نجم توا هو قاعد يتمثل الشفاءات، إن شاء الله في المقابلة بتاع الكاف الثانية يكون موجود إن شاء الله الحبيب. كريس كواكو مازال شوية، مازال عنده إصابة ماهيش سهلة على مستوى دونك الحوض نتاعو، تستوجب راحة هي في الأقل بشهر ونص، نحاولوا احنا نقصروا من الفترة نتاعها إن شاء الله. بالنسبة للاعب يبير شوية تضرب لا يبير شوية إرهاق، مش حاجة عادية جدا، كل ملاعب أول مقابلة يعمل مقابلة كاملة هكا وقدم مجهود كبير ياسر، دونك عادي جدا لاباس.